السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في نشاط جديد من الأنشطة المستخدمة في التعليم عن بعد. والنشاط اليوم حنتكلم عن موضوع التغذية الراجعة. والتغذية الراجعة هي عبارة عن المعلومات التي يمكن أن يتلقاها المعلم من طلابه، خصوصا في وضع تعليم عن بعد لا يكون هنالك تعامل وجها لوجه. فالسبيل الوحيد لمعرفة آراء الطلبة حول ما يقدمه له من دروس، سواء محاضرات، دورات تدريبية، دروس، فهذه إلى أن يسمع من الطالب ماذا رأيهم في هذه المحاضرات، هل هي طويلة، هل هي قصيرة، هل هي سريعة، هل هي بطيئة، هل الصوت واضح، الجودة مفهومة مش مفهومة. كل هذه الأسئلة وفرتها أنظمة Learning Management System للمحاضر حتى يستطيع أن يشرك الطالب في دوره في العملية التعليمية. طبعاً التغذية الراجعة ممكن الحصول عليها بعدة وسائل. اليوم حنتكلم على موضوع نشاط الإفادة. حنعمل استطلاع رأي بسيط نوزعه أو ننشره للطالب، ومن هذه الإفادة طبعاً حنعمل منها ما يسمى بالقالب حتى نستطيع أن نستخدمه في مقررات أخرى، أو ممكن المؤسسة التعليمية إنها تعمل هذا الاستطلاع وتوزعه على الأكاديميين والمحاضرين لديها ليقوموا بتطبيقه على طلابهم، ومن النتائج والإحصائيات حنستفيد الكثير من المعلومات. نحن الآن في منصة مودل الخاصة بجامعة الأزهر، واليوم حنتعرف كيف نعمل موضوع الإفادة اللي هو الفيدباك. وطبعا هي تعتبر من أحد الطرق للحصول على تغذية راجعة من الطلبة. طبعا موضوع التغذية الراجعة في حالة التعليم عن بعد هو أمر مهم جدا، وحنتعلم كيف ممكن نحصل على تفاعل ومشاركة الطالب في العملية التعليمية حتى يطور المحاضر والمعلم من أدائه، وطبعا كذلك بيشعر الطالب باندماجه في هذا المقرر. حنتعلم اليوم كيف نعمل إفادة أو تغذية راجعة لأحد المقررات، ومن ثم كيف ممكن أنا أستخدمها كتمبليت حتى أنسخها، لاسيما إذا كان المحاضر عنده أكثر من كورس وحابب يطبق هذا النظام كله مع كل الطلبة اللي بدرسهم. طبعا في البداية خلينا نروح نتوجه على المقرر اللي خاص فينا. في الآن في الأسبوع الرابع من المقرر، وطبعا هذا معناته أنه حننهي شهر من أشهر المادة الدراسية، والإفادة اللي أنا بدي أحطها تحت قسم المهمات والواجبات في الأسبوع من 10 أكتوبر ل 16 أكتوبر. كأي نشاط بنعمل على المودل، العملية تقليدية، أول شيء لازم أشغل اللي هو تشغيل التحرير كالمعتاد حتى يتيح لي أو يضيف لي الأدوات الإثرائية اللي أنا بدي أضيفها على هذا الكورس. طبعا بستنى حتى اكتمال تحميل الصفحة بالكامل، ومن ثم ننتقل إلى اللي هو النشاط الأسبوع الرابع. في المكان المحدد اللي بنحط فيه النشاط ننتقل إلى أضف نشاط أو مورد. هذا طبعا بالضغط عليه بيستجيب المودل للأمر بمجرد اكتمال تحميل الصفحة، يعني بمجرد ما تتحول إشارة الإكس على متصفح الكروم إلى إشارة اللي هو الدوران مع عقارب الساعة، هيك بكون الموديل قد حمل الصفحة بالكامل. طبعا ضغطنا على أضف نشاط أو مورد، وبننتظر حتى يتم تحميل هذه الأنشطة. تلاحظ هنا أنا صار عندي في قائمة مميزة، الأشياء اللي بستخدمها دائما بإمكاني أني أحط لها عملية تمييز. يعني لو جينا مثلا لنشاط معين، هذا النشاط بدي أضيفه للشغل تبعي، يعني مثلا بدي أضيف استبيان، فبتظهر معايا في القوائم المميزة. لاحظ أنه الاختيارات اللي أنا اخترتها حتى الآن اللي هو الاختبار، الإفادة، الواجب، المنتدى، والمسرد، هذه كلها أنشطة أنا بستخدمها دائما في الأنشطة، ولما بستعين بأنشطة أخرى ممكن أميزها بالنجمة. فمجرد ما أخش عليها بدون الذهاب إلى كل حوالي 20 مصدر ونشاط، فبصير عندي قائمة بخياراتي المفضل.
احنا اليوم بدنا نتكلم على موضوع الافاده. طبعا الافاده لو انت ضغطت على زر التعليمات فستجد انه وحده نشاط الافاده تمكن المعلم من انشاء استبيان مخصص لجميع اراء المشاركين باستعمال انواع متعدده من الاسئله، اختيار متعدد، نعم ولا، ادخال نصي. كل هذا الكلام الان حنشوفه كيف ممكن نعمله من خلال اللي هو اضافه هذا النشاط. طبعا ينصح في البدايه انه انت تكون مجهز الاستبيان تبعك على ملف وورد حتى تكون أسئلتك كلها جاية في نسق واحد وتصب في هدف واحد مع الإجابات اللي بدك تحددها. الآن الإضافة هي إفادة جديدة إلى أكتوبر، 10 أكتوبر 16 أكتوبر، وحتى لو إجت الإضافة في أي تاريخ تاني إحنا بإمكاننا ننقلها إلى المكان اللي بدنا إياه. خليني أختار اسم معين لهذا الإفادة، وأنا طبعاً كل شيء بيقوم الطالب بالإجابة عليه بسميه نشاط. إذا النشاط استطلاع رأي الطلبة لتحسين الأداء، ويمكن الآن أصبحت تدرك كيف تشتغل منصة مودل. بعد ما تحط الاسم بإمكانك تحط وصف. هذا الوصف طبعاً عبارة عن رسالة بتوجهها للطالب، لكن بتأثرش كتير في اللي هو اختيار أو اختيارات الطالب. إذا هذا ممكن أنت توضح للطالب أنه هذا عبارة عن استبانة لتقييم الأداء في التعلم عن بعد من خلال منصة مودل. طبعا بالنسبة للإتاحة بدي أخليه مفتوح، هذه الإتاحة متاح لجميع الطلبة في أي وقت ممكن يجاوبوه. وطبعا كما تعلم أنه بكل بساطة بدك تحدده بوقت متى إلى بتحدده. طبعا احنا الان هدفنا انه نخليه سيمبل وبسيط والطالب اي وقت ممكن يخش يجاوب. طبعا بامكانك انك انت ترجع للاعدادات تاعت هذا الافاده وتغلق التعليقات او تغلق الافاده اذا لقيت انه عدد الطلبه اللي شاركت تجاوز 80%. الان بالنسبه لاعدادات السؤال والتسليم، هذه طبعا اللي هي مهمه. اول شيء، هل انت بدك الاسماء الطلبه تظهر او ما تظهرش؟ هاي طبعا شغلة خاصة. طبعا في الآخر أنت المدير تبع هذا الكورس وأنت اللي بتعرف كل شيء، فبالتالي لو جعلته سيتم استخدام اسم الطالب مع هذا بيكون شيء جيد. تمكين الإشعارات التسليم، طبعا إرسالات متعددة بوقفها، طالب واحد يجاوب مرة واحدة. بالنسبة لتمكين إشعارات التسليم، بمجرد ما الطالب يسلم بيجي لك إشعار هنا في الخانة هذه انه تم تسليم اجابة او اجابتين او ثلاثة او اربعة، وطبعا هذا العداد بضله يعد كل ما حدا سلم هذه الاشعارات. طبعا من الجيد انك انت تشوف قديش في تفاعل على النظام او على الافادة تبعتك. الان طبعا احنا وصلنا لمرحلة استعمل الترقيم التلقائي للاسئلة، برضو هذا فيش لها داعي. اذا الشغلة الوحيدة اللي انا غيرتها هنا انه سجل اسم المستخدم وتمكين اشعارات التسليم. طبعا بعد ما يسلم الطالب ايش ممكن تعمل؟ انه انت مثلا تكتب له شكرا على مشاركتك، واي جمل ممكن تحطها، وممكن كمان تضيف له رابط للانتقال الى مشاركه اخرى. يعني بعد ما يخلص الاستبانه هذه ممكن انت توجهه الى رابط من داخل المودل حتى يشارك في نشاط آخر أو يقرأ محاضرة أو يشوف شيء معين. طبعاً إحنا نكتفي برسالة الشكر. الإعدادات الشائعة، تقييد الوصول، كل هذه مستخدمهاش. الوسوم والكفاءات فيش داعي لها. أما بالنسبة لإكمال النشاط فأنا بدي أخليه إظهار النشاط كمكتمل عند تحقق شرط إنه يجب على الطلبة استعراض النشاط الإكمالي، هي المعاينة بمثابة مكتمل إذا تم تسليم الإفادة. يعني بعد ما خلص الإفادة ضغط على تسليم، هيك بكون أنهى هذا النشاط. هيك إحنا بنكون عملنا النشاط. لعند الآن إحنا كل اللي عملناه إنه جهزنا المنصة لاستقبال الإفادات. الآن المودل بيحجز لها مكان في داخل الكورس ومن ثم بيدرجها في المكان المحدد. هيك صار عندي أنا اللي هو في نهاية الأسبوع الرابع تحت بند مهمات حيظهر عندي نشاط جديد. هذا النشاط أخذ أيقونة جديدة، هذه الأيقونة تشير إلى التغذية الراجعة من خلال هذا السهم،
والآن لو دخل أي طالب لن يجد أي أسئلة أو أي إفادة، ولذلك كما تعودنا في موضوع الكويزات أول شيء إيش بعمل؟ بروح بعمل عملية تحرير وبأختار إخفاء. طبعا هذه بخليها مؤقتا مخفية قبل ما أجهز الأسئلة، قد تأخذ مني ربع ساعة، نص ساعة، ساعة كاملة، ولكن الأفضل إنه نجعلها مخفية أمام الطالب. وطبعا لاحظ إشارة الإكمال هنا منقطة، يعني في عندي شرط، هذا الشرط يجب أن يتحقق، بينما المحاضرات الطالب من تلقاء نفسه بحط علامة الصح. الآن خلينا نخش على هذا النشاط اللي هو صار الآن مخفي أمام الطالب، وخلينا الآن نشوف إيش بصير. طبعا هذه الصفحة اللي بيشوفها المدرس، هذا عبارة عن استبانة تقييم الأداء بتظهر للطالب، الإجابات المسلمة صفر، الأسئلة المطروحة صفر، لم يتم إدراج أسئلة. الآن في عندي هنا في الجدول هذا في عندي تحرير الأسئلة، في عندي قوالب، في عندي تحليل، وفي عندي عروض الردود، وفي عندي المعاينة. طبعا الآن احنا بنتعلم على شغلتين، كيف أضيف أسئلة، وكيف أخلي من الإفادة هذه قالب، وكيف أستعرض ردود الطلبة. معاينة غير المستجيبين، طبعا هذه بتعطي لك عدد الطلبة أو بتحصر بتجيب لك عدد الطلبة اللي ما شاركوش في هذا الاستبيان، فأنت بتروح بتعلمهم كلهم وبتبعت لهم رسالة تذكير أو رسالة تشجيع للدخول إلى النشاط. إذا ضغطت أنا على تحرير الأسئلة، والآن نحن بصدد إدراج 5 6 أسئلة بسيطة. هذه الأسئلة ممكن تأتي تحت عدة خيارات، إجابة بنص طويل، يعني بدك إياه يكتب موضوع من 200 كلمة مثلا أو 300 كلمة، بدك إياه يكتب سطر إجابته تكون سطر هو يكتبها نصا، يعني مثلا تسأله ما رأيك في مدة المحاضرة، أوصف المدة الزمنية للمحاضرة، حاجة زي كده يعني. الإجابة الرقمية يعني أرقام 1 2 3 4 5، أضف فاصل، طبعا إضافة الفاصل هذه إلها أهداف معينة، لأنه أنت في الحقيقة ممكن تخلي أسئلتك تعتمد على بعض، بمعنى لو جاوب نعم يروح على أسئلة، ولو جاوب لا يروح على أسئلة أخرى. طبعا هذه أمور كلها إمكانيات قوية جدا، لكن حنغطيها إن شاء الله في دروس متقدمة في المودل، أما الآن إحنا بناخد المعلومات كمعلومات بسيطة. من قائمة الخيارات هذه كلها أنا هستخدم شغلتين بس، متعدد الخيارات وإجابة بنص طويل. خلينا نروح على متعدد الخيارات. بمجرد ما أختار متعدد الخيارات لحاله الكمبيوتر الآن بيشتغل وبطلع لي اللي هو طبيعة السؤال الأول. طبعا أنا بفضل إنك تضغط على مطلوب حتى يكون السؤال إجباري ويظهر عليه نجمة، لو ما جابوش الطالب معناته مش هيرضى يسلم. طبعا السؤال الأول بكون أنا مجهزه، فبسأله معدل طرح المحاضرات خلال الأسبوع. الآن الإجابات اللي بدك إياها طبعا هذه اتركها فاضية، الإجابات تبعتك هل هي إجابة واحدة ولا ممكن ياخذ 1 و2 و3 الثلاث إجابات تكون؟ احنا بفضل تكون إجابة واحدة. الإجابة عمودي أو أفقي، يعني هل الخيارات بدك إياها تطلع عمودي أو أفقي؟ أنا بفضل تكون عمودي لأنه أغلب الطلبة بيستخدموا الجوال فبتطلع بالنسبة لهم أسهل. الآن اخفي خيار غير محدد، أنا هختار دائما نعم في جميع الأسئلة اللي بدي أحطها، يعني بديش الطالب يقول لي والله مش عارف أو مش قادر أحكم، لا بدي إياه يحكم، فبالتالي أنا بوقفها عنه. الآن بالنسبة للخيارات كيف بدي أدرجها؟ بقول لي هنا استعمل سطر لكل إجابة، فأنا بالنسبة لي بدي أقول له هل هي كثير ولا مناسب ولا قليل؟ إذا في أنا عندي 3 كلمات كل كلمة أخذت في سطر، يعني بكتب الكلمة الأولى وبعمل إنتر، كلمة الثانية بعمل إنتر، وفي هذه الحالة هذا السؤال بده يظهر في رقم 1، بقول له نعم. احفظنا السؤال، إذا صار الآن عندي سؤال، هذه الأسئلة ظهرت بهذا الشكل، لو بدي أرجع أحرر، إيش معنى أرجع أحرر؟ يعني لو بدي أضيف إجابة، بدي أحذف إجابة، بدي أعدل كلمة كتبتها غلط، فكل ما هنالك إني برجع وإيش بعمل؟ تحرير السؤال، جعله غير مطلوب أو حذف هذا السؤال. طبعًا خلينا الآن نضيف الأسئلة، بدي أضيف كمان اختيار متعدد.
أضفنا الأسئلة الخمسة اللي مطلوبة، ولاحظ الآن أنا هنا يبدو أني نسيت، ما خليتهمش عمودي، خليتهم أفقي. فبكل بساطة بروح على تحرير وبأضغط على تحرير السؤال، وبهذا بأعود إلى السؤال مرة ثانية وبأتأكد من الإجابات تبعتي. أوكي، والآن بختارها عمودي، هيك بكون أنا غيرتها. طبعا احفظ كسؤال جديد أو احفظ التغييرات. إذا حفظته كسؤال جديد هذا بتستخدمه لو أنت بدك تسهل على حالك عملية الإدخال وتغير شغلات بسيطة. أنا بضغط على احفظ التغييرات لنفس السؤال. من الأساسيات المهمة في التعامل مع منصة مودل، بدي إياك تستنى تحميل الصفحة على الآخر. يعني لو أنت حاولت الآن تعمل أي إجراء وعلامة الدائرة هذه ما ظهرتش، معناته الصفحة لسه ما تحملتش، وبالتالي أنت حتخش الآن في مشكلة إنه المودل بطل يستجيب إليك. الآن نسيت أنا أحط اللي هو ضروري الإكمال، فإيش بعمل؟ بضغط على تحرير بالنسبة لهذا السؤال وبأحط، بخليه إيش؟ بجعله مطلوبا. لاحظ إنه كل إجراء بعمله الصفحة لازم تعمل ريفرش وتحمل من أول وجديد. الآن اللي خاطر برضو أضيف سؤال آخر، هذا السؤال بده يكون من إضافة نص. النص هذا طبعا بدي الطالب يعبر عن نفسه، يعبر عن رأيه، يعبر عن ماذا يشعر به من خلال اللي هو الإجابة الحرة. يعني هذا السؤال برضو بدي إياه مطلوب، والسؤال تبعي حيكون أكتب أي ملاحظات لتحسين أداء المحاضر. العرض يعني قديش الصندوق اللي بده يفتح في النموذج. طبعا خلينا نحط 50 مناسب حتى يشعر الطالب انه لازم يكتب كتير. وعدد الاسطر بدي اختار تقريبا 10 اسطر، وهذا الموضوع رقم 6، وبدي اضغط على حفظ. الان احنا انجزنا الاستبيانة، هيك صار جاهز، هيك صار جاهز. شايف كيف؟ هذا هو الحجم 50. طبعا 30 هو بيجي في الحجم هذا. لاحظ انه انا لما بمسك اي وين في بتلاقي صندوق وفي جاي الخطين هدول، اعرف انه انت بتقدر تكبر وتصغر، حتى الطالب نفسه بيقدر يكبر ويصغر حتى يشوف اجابته كلها. احنا اخترناه ستاندرد 50. اذا خلينا نرجع الان الى اللي هو الكورس تبعي، والان بدي اظهر الكورس هذا للطلبه. اذا بروح على اللي هو الاستبانه تبعتي او الافاده، النشاط اللي هو طلع في الاسبوع الرابع، الان بخليه ظاهر. اوكي، لكن قبل ما اخليه ظاهر خليني الان اشوف كيف اداؤه لو انا دخلت كطالب. الان خليني اظهره عشان اشوف اداؤه كيف لو انا كنت طالب. الان هذا هو النشاط استطلاع الراي، والان هو مفتوح لانه مجرد ما انت تنشره ما حقيتوش بزمان. عشان تحول وتفحص اي نموذج انت بتعمله كطالب، فانت بتضغط على اسمك كمدرس وبتختار تحويل الدور الى، وهذا الكلام ممكن انت تطبقه في جميع الانشطه اللي انت ممكن تحطها وحتى المحاضرات. تشوف كيف شكل المحاضره، شكل النشاط بيظهر عندك. اخترت انا طالب، لاحظ انه ادوات التحرير اللي خاصه بالمعلم اختفت، اللون الاصفر كله اختفى. لاحظ ايضا انه اسهم التعديل كلها اللي هي التحرير وهذا كله اختفت. الان خلينا اروح على استطلاع الراي. ها هيك ايش اشتغل. اذا نشاط استطلاع راي الطلبه لتحسين الاداء، هذا عباره عن استبانه لتقييم الاداء. طبعا في عندك عدسه هنا وفي عندك اجب على الاسئله. طبعا هذه العدسه بامكان الطالب انه يشوف الاسئله لكن ما يجاوبش عليها، بحيث انه يكون مطلع عليها. طبعا مش عارف ايش اهميتها وليش حاطينها المودل، ولكن الاصح انه الطالب يخش مباشره على اجب الاسئله. هذا اداء الطالب، وفي الحاله هذه بتظهر عنده الاسئله بهذا الشكل، كل ما هنالك اللي هو بيختار الخيارات اللي بده اياها، وطبعا بيكتب النص اللي بده اياه، ومن ثم بيرجع بسلم. طبعا لو ترك شيء فارغ مش حيرضى يقبل اللي هو عمليه التسليم. اذا بهذه الطريقه لو الطالب عبى كل الاستبيانات او عبى كل الاسئله فبكون جاوب على الأسئلة. إذا أنا اطمنت من إنه النظام شغال كويس. إذا خليني أرجع الآن إلى دوري كمحاضر، العودة إلى دوري الطبيعي، وهيك أنا بكون في الحالة هذه رجعت إلى الكورس تبعي. طبعا الرسالة هذه لا تعني شيء كثير، فبأرجع إلى المقرر اللي أنا كنت فيه اللي هو دوائر كهربية. حنترك الفورم لمدة
ساعة من الزمن وبعود إلكو وبنشوف كيف ردود أفعال الطلبة وكيف تجاوبوا مع هذا النشاط، مع العلم أني أنا ما بلغتهمش، والمفروض أن الطلبة بيعرفوا عن طريق الإشعارات وعن طريق مراجعتهم للمنصة. خلينا الآن نرجع على الاستبانة ونشوف كيف مشيت. طبعا لو إجا المحاضر وضغط على اللي هو النشاط الاستطلاع، فطبعا سيجد أنه الأسئلة عددها 6، وخلال الوقت الذي مضى تم تسليم 46 طالب وطالبة. هذول طبعا من مجموع عدد 200 تقريبا أو 187 طالب. طبعا الآن بالنسبة للعروض، الردود ممكن أنا أشوفها من خلال كل طالب كيف كان أداؤه بهذا الشكل. الآن لاحظ أنه الطلبة بدأت تتفاعل مع الأسئلة، وطبعا التغذية الراجعة حقيقة بتعطيني يعني فكرة كتير مرتبة إيش ممكن أعمل، إيش ممكن أطور. المحاضر نفسه بيلاحظ أشياء ممكن تكون مفيدة له حتى يقدر يعدل من هذا الأداء. الآن خلينا نرجع على بعد ما استعرضنا الردود، طبعا في عندي اللي هو معاينة غير المستخدمين، في عندي تحليل، طبعا هذا بظهر لك اللي هو منحنيات التغير للأسئلة، وبتقدر تعمل اللي هو ايش الردود تبعت الإجابات تبعتك. يعني بتقدر تعرف مين الصعب من المادة، مين بحسها صعبة لكن فهمها، متوسطة. طبعا هذا الكلام يعني بيعطي نوع من المصداقية للمدرس وين هو موجود، ولا سيما انه احنا بنشوفش الطلبة وبعد عنهم. الآن في ما تبقى من طبعا ممكن تصدره لإكسل فايل تستخدمه في تقريرك في نهاية العام عن كيف أدائك في الكورس وإيش اللي عملته. نيجي الآن لقوالب. لقيتها أنا بدي أخذ الأسئلة هذه وأخذها إلى كورس آخر، فمش معقول أروح أعيد صياغة كل الأسئلة والامتحان والكويزات بهذا الشكل. الآن بدي أستخدمه كقالب. إيش معنى أستخدمه كقالب؟ في أنا عندي في داخل هذا المساق في إفادة واحدة اسمها تقييم المحاضرات اللي هي أنا درستها. طيب الآن بدي أقول له احفظه كقالب، هذا هو القالب بدي أحفظه. طبعا بدي أحفظه بهذا الشكل، بقول له حفظ. إذا صار هذا القالب وين موجود؟ موجود عندي في داخل هذا الكورس. هلقيت لو أنا بدي أجي أستخدمه في نفس هذا الكورس وأغير بعض الأسئلة كمان شهر، فبكل بساطة بخش وبعمل إيش؟ تحرير لكل سؤال. الآن لو أنا بدي أروح وأوديه لكورس آخر أو أعطيه لزميل آخر، إيش بعمل؟ بروح بختار القالب، بروح على هنا في عندي حاجة بسموها احذف القالب، إذا حددته بتحذفه. طبعا القالب هي موجود اللي هو تقييم المحاضرات، بديش اختاره لأنه حيوديني عليه. الآن بروح على مجرد أضغط على زر تصدير الأسئلة، هذا معنى تصدير، معناته بدي أخده. والآن الكمبيوتر إيش بيعمل؟ بيحفظ لي إياه في ملف اسمه فيدباك. طبعا هذا الملف لو أنا أعطيته لزميل أو أخذته لكورس آخر بكل سهولة بقدر أستفيد منه. الآن بدي أنتقل إلى مقرر آخر اللي هو مقرر بصريات متقدمة وليزر، وهو طبعا كورس أنا بدرسه لطلاب السنة الرابعة. ففي هذا الكورس بدي أسألهم كيف وضعهم وكيف ماشيين، فبروح بعمل الإجراء الأولي اللي هو تشغيل التحرير. وطبعا بعد ما أشغل التحرير بنتقل للأسبوع الرابع. طبعا الإجراء يعني بتغيرش كتير، لأنه في الحالة هذه في الأسبوع الرابع هنا بدي أروح أنا أضيف نشاط جديد للطلبة، وهذا النشاط حختاره من القائمة المميزة اللي هي بدي أخده إفادة. طبعا مجرد ما أضغط عليه بيبدأ الكمبيوتر أو المنصة تستجيب، وبأنتظر حتى ينتهي اللي هو تتحول شرط الإكس إلى الدائرة، وبختار اسم اللي هو بهذا الشكل نشاط استطلاع رأي، وطبعا قم بتعبئة هذا الإفادة أو بقوم بتعبئة هذه الإفادة لهدف استخدامها في تحسين الأداء. وطبعا
متاح بدي اخليه متاح. طبعا هذه الاجراءات انت لازم تعملها حتى يحجز لها الموديل نوع من المكان او السبيس في داخل الكورس. طبعا بالنسبه لبعد التسليم بدك تكتب له شكرا، شكرا على تعاونك معنا واكتمال النشاط. لاحظ ان انا بالضبط صرت حافظ ايش الشغلات اللي بدي اياها، اظهار النشاط كمكتمل، وبمجرد ما اضغط حفظ وعلى العوده بكون انا وصلت لوين؟ وصلت اني عملت الكورس. طبعا في الحاله هذه بروح للنشاط هذا زي ما انت عارف. طبعا في الحاله هذه انا بديش احوله لاخفاء، لان انا عارف حالي اني حنجز المهمه هذه في وقت وجيز. فمجرد ما اروح على نشاط، والان ما فيش عندي ولا سؤال، الاسئله عامه كانت، فبروح على قوالب ومن ثم بضغط على استيراد. المره هذه مش تصدير، استيراد. فطبعا بروح بأسحب الملف اللي بدي اياه، هذا الملف طبعا اللي اسمه فيدباك. وطبعا عمليه السحب والافلات انك انت بتجيبه من المكان وبتوديه على مكان ثاني، ولان انا بستخدم شاشتين فهذا الموضوع بالنسبه لي سهل جدا. لكن اذا انت بتستخدم شاشه واحده فبامكانك ايش تعمل؟ تروح تضغط على اختار الملف، والطريقه التقليديه تروح على تشوز فايل، ومن ثم تتجه الى داونلود، والملف هذا اللي انت بدك اياه تضغط على حمل. طبعا الملف هي موجود هنا، هذا هو، لكن هذا المربع كان بينتظر مني اني افلت فيها وما فلتش، فبالتالي هو متلخبط شويه، لكن حقيقه هي الملف موجود وانت حيظهر عندك بكل بساطه. اضغط على نعم، والان تم الاستيراد بنجاح، هذه اشاره تاكيد. روح على تحرير الأسئلة، فالآن الأسئلة إجت على مقرر الليزر، وهي الأسئلة صارت عندك هنا. تقدر تنسخه لو أنت ماخذ مثلا كورسين أو ثلاثة، فبتقدر تنسخه. وطبعا أنا عامل الأسئلة بدون ذكر لاسم المقرر، مجرد معرفة الطالب بالمحتويات. طبعا مجرد ما أرجع إلى الكورس تبعي، هذا الكورس تبعي، وبرضه للتأكد هتلاقيه موجود بهذا الشكل. الآن أصبح النشاط متاح لجميع طلبة كورس الليزر. لاحظ في المرة الأولى أخذ معايا تحضير ونص ساعة، لكن الآن صار موجود عندي، فممكن أحطه للطالب وبياخذ فقط دقائق معدودة، ومجرد الطالب ما يفوت على النشاط هذا يقوم بتأديته. أتمنى في نهاية هذا الدرس زملائي الأعزاء أن يكون هذا الشرح واضح وقد أجاب على الكثير من استفساراتكم، وإن شاء الله يقوموا بتطبيق نشاط الإفادة، ولا سيما ونحن في الأسبوع الرابع، يعني في نهاية الشهر الأول من المقرر، وأنصح بتطبيقه في مراحل متعددة من المقرر الدراسي. وإن شاء الله سوف نتطرق إلى الحصول على تغذية راجعة بأساليب ووسائل أخرى، كلها من خلال منصة مودل. وحتى ذلك الوقت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.